احنا قلنا مرض التوحد العلاج الوحيد هو التدريب، واللي يقول انه اكو علاج ثاني فهو كاذب مع احتراماتي. يعني مثلا يقول شخص، يجي شخص يدعي انه انا اعالج الطفل التوحدي بسحب المعادن والسموم، هذا كاذب. ممكن انه انا اعالج الطفل بغرفه الاكسجين، اعرض الطفل راسه الى اكسجين زين، وهي موجوده غرف الاكسجين ومبالغ يعني ماليه ضخمه، يعني توصل 3 ملايين او 4 ملايين جلسات. يعني موجوده بالعراق؟ بالخارج عاده، بالاردن او بغير مكان، ما اعرف بعد توفرت بغداد او لا. زين، فاحنا نريد ننبه الاهل، دير بالكم من دجالين اللي تاجرون بالاطفال والمراهقين. زين، مرض التوحد العلاج الوحيد هو تدريب السلوكيات، شلون يتواصل اجتماعيا وشلون يقلل من السلوكيات الخاطئه اللي عنده اللي هو الطفل التوحدي. زين، هاي هم مكلفه دكتور؟ اي، المعاهد، هو يلتزم معاهد والاهل هم، والعلاج يعني الاسره تعتبر هو يعني البذره الاساسيه بالعلاج له، يعني الطفل التوحدي هم يقدرون. زين دكتوره، يعني بصراحه يعني هسه اللي عنده مريض توحد، نعم، حتى يروح لهذا المعهد شقد لازم يدفع فلوس؟ حسب المعهد نفسه. يعني احنا حاليا معاهد حكوميه ماكو، تعرفين يعني كله اهلي.